قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من سنني المرسلين. وذكر منها النكاح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مأشر الشباب، من استطعت منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبشر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمماء قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير يا شاب لن تنسى حدود الله، فإن الله يراك، ويا امرأة فإن الجنة تحت من أقدام زوجك، افعل ما تأمرين لك، فاذكروا ما قال رسولكم: فمن تزوج فقد استكمل لنصف لدينه، فاتقوا الله لنصف الباقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني.